كان تحب على كهرباء تكون اس يو في توت اوبسيون ايبريد وتكونسومي اقل من 5 لترات نستدعاك باش تشوف معايا الياريس كروس. أول ما تسمع اللي هي تويوتا ياريس كروس يمشي في بالك عبارة عن ياريس العادية وعليها شوية، لكن سيبا لو كان مع الياريس كروس المرة هذه. علاش؟ على خاطر كي بتشوفها من قدام ما تشبهش الياريس اللي نعرفوها بالكل، عبارة ايدونتيتي جديدة. لهنا عبارة تويوتا قاعدة تعمل في اس يو في جديد، ولا قاعدة تحيي في الكاتيجوري نتاع الاس يو في الصغار نتاعها. أول حاجة نحكيو عليها لهنا عندنا اللي في من قدام LED كما قاعدين نشوفوا فول LED حتى الديريكسيونال تاعها LED، لهنا LED مرة أخرى والكلينيوتون زادة فيه بالLED، عندنا لي زونتيبريور من هنا والكالندر يجينا بالبيانو بلاك، شطر محلول وشطر مسكر، ألوغ لايغاسيون جينا من هنا. الشعار تاع تويوتا لهنا يداير بيه بالأزرق على خاطر الفيرسيون اللي معنا اليوم هي الهيبريد، واللي هي الفيرسيون الوحيدة المتوفرة في تونس كو اون هيبريد. كابوت كما قاعدين نشوفوا فيه زوز خطوط على اليمين وعلى اليسار يفخموها أكثر شوية باش يكبروا من الكهرباء شوية ويحسوك اللي هي أكثر من أنها تكون اس يو في صغرون. أول حاجة اللي حضرها في الجنب واللي عندنا البنتيور نتاعها بيتون كما قاعدين نشوفوا في اللون هذا، جينا بالجري ومن الفوق السقف يجينا بالنوار. في تونس ثم ديفينيسيون واحدة ماهيش بيتون واحدة بيتون، معناتها كي تبدا بيتون بزيد عليها شوية فلوس. باهي لهنا هي ياريس كروس، لكن بالنسبة للطول هذه أطول من الياريس العادية، لكن أمباتمون واللي هي قاعدة العجلات نفسها نتاع الياريس العادية واللي هي 2.56 متر، لي جونت كما قاعدين نشوفوا بالنوار يتبعوا البيتون، عندنا فران ديسك من قدام. ومن تالي العجل اللي هنا ميشلان بار 17، عندنا من هنا سيناتور هايبريد بالازرق كيما تحط تويوتا كالعاده باش يقول لك ذكرك اللي هي كهرباء هايبريد، بتبيع فيها دخول من غير مفتاح، وعندنا من هنا كيفاش مكتوبه ياريس كروس بالصغرون ما غادي، بخلاف ما ننساو اني عندنا لي فيتر ارير الكل كيما قاعدين نشوفوا فيهم فيمي ما غادي. شفنا توا شنب، خلينا نشوفوا التيلاني. في التيلاني توا خليتكم تشوفوا زوز الوان، واحده صفراء ما غادي والجري نتاعنا من هوني. الفيو كيما من قدام كان ال اي دي، تبعنا ال اي دي من تالي، ولهنا نلقاوها نفس ليدونتيتي نتاع الياريس العاديه، وزاده نفس ليدونتيتي نتاع السي اش ار جديده. كيفاش؟ كيما نقولوا اللايت بار ما غادي كلها باللك حلنا برسم كبير بالكدا، الفيو راه موش صغير ويشعل حتى كش. لهنا عندي لا كاميرا دو ريكول، بخلاف انه من هنا هذا يجينا بالبلاستيك على خاطرها مع كيساتنا الكل، وزيد هي تحس حاسك اللي هي اس بي نتاع اس يو في، دونك يجينا بالبلاستيك كيما على الجناب. هذايا كيما من قدام، عاود من تالي الفورما تاع الضو مغادي الفيرتيكال، شوفوا من هنا عندنا اسبوالي محلاه مغادي. اما لهنا كيفاش نحلوا المال، حاجه جديده واللي عجبتني واللي هي بوطون واحد الكفر نتاعها يطلع. لهنا نلقاو اللي عندنا الفوليوم تاعو 397 لتر، لكن البونكيت نتاعها رابطابل، دونك يولي يعطينا حتى 1097 لتر. على اليسار عندي 12 فولت والضو، وعلى اليمين عندك وين تحط حاجة، وكي تهز هذي عندك روت سكر تاعها جونت كيما ترى فيه لبرا، وباش تهبط المال نتاعها جوست تنزل على هذيك هاو. نجيو توا للداخلين نتاع الكهرباء، بسم الله. دونك من هنا عندنا لي فيتر نتاعنا يهبطوا امبلسيون ويطلع زادا امبلسيون كيما قاعدين تشوفوا. الكونترول بورت من هنا من تالي ايش فيه؟ عندنا انوت بارلور، عندنا ان رونجمون نتاع دبوزه نتاع ايترا، والباقي كله يجينا اون بلاستيك، وبالطبع فيه رونجمون وراء البوطون نتاع الفيتر الكتريك. لهنا الحاجه اللي باهيه انه رغم انه الكهرباء اللي كونسيدير با انه كهرباء باش تكون كهرباء كبيره عائله كبيره وكل، الا انهم تلهاو بالكسوه نتاعها. لهنا عجبتني اللي هي فيها بيتون، عندك بيتون مش في الالوان كهو، وانما حتى في السلري عندك الكبير وعندك القماش الاحمر، وبال نجم نسميوه ازرق غامق ولا اكحل انت كيفاش ترى، انا رفيه ازرق غامق. بطبيعتهم لهنا اللي كونسيدير تاع كهرباء نتاع يكون عندك دي بي بي، دونك عندك ليزوفيكس في الكرسي على اليمين كرسي على اليسار، واذا قاعدين دي زادولت ينجموا يهبطوا لاكودوار من هنا، ويكون عندهم دو بورت كوبلي واسعين من هنا، ومش حتى لاكودوار بركا يهبط، البونكيت الوسطانيه كلها تهبط مع بعضها، كله راه مغلف. لهنا على تويوتا كيفاش نحكيو تويوتا كل كوتي ارغونومي كوتي حاجات نتاع تصنيع وكل هذيا ما عادش نحكيو فيهم، سي بون انت تويوتا عارفها. لهنا عندي روبوستيت 3 روبوستيت، الكرسي هذايا حاطو البوزيسيون نتاع السياقه نتاعي انا من قدام بالضبط، طولي 1.75 متر، دونك شوفوا الاسباس اللي عندي، انتم احكموا وحدكم. عندي الاسباس هذايا او جنو، والاسباس هذايا في الراس من هنا، لا كودوار سنترال ما وراه حتى شيء من هنا، التونيل ماهوش عالي برشا دونك الباساج ماهوش يكون صعيب، وهذا جلوبالمون بالنسبه لداخلاني من تالي. شوفوا توا من قدام
نجيو توا للقدامي في الانتيريور لهنا الكونسونترال وتابلت بورد كله كومبليتمون 100% ياريس العادية. دونك لهنا عبارة احنا توا في ايدونتيتي نتاع ياريس بالضبط جوست الكهربائية اعلى. ونسيت حاجة توا ذكرتها الغار دو سول تاع الكهربائية 17 سنتيمتر وهذا يتسمى النمبر باهي برشا بالنسبة ان اس يو في اوربان كيف من هذه. دونك الفولوم تاعنا بالرسمي كيوت محليه من هنا عندي على اليمين لي بوتون نتاع المود والتبدل الشانيل بالنسبة للراديو على اليسار عندي الفوليوم وتهز وتعلق نتاع زاد لورديناتور دو بور تاع الكهرباء. قبل ما نحكيو على هذا كله خلينا نشوفوا الكونتر بوت اللي بالرسمي مزيان برشا. من هنا عندي الومنيوم من فوق ساعه بالكوير الومنيوم من بعد قماش ومن بعد يرجع لنا بالبلاستيك. شفتوا قداش استعملوا من ماتريو لهنا في كونتر بورت هكا هاو. بخلاف هذاك عندي الامبيانت لايت من هنا جوست فوق البوني اللي جايه متخبيه من هنا. عندي الالومنيوم مره اخرى الكادر فيتري الكتريك والريتروفيزور الرابطابل. بخلاف ما ننساو اللي عندنا ارانجمون يتسمى باهي بالكدي مع لوت بارلور ما غادي. الكرسي من هنا فيه ريغلاج لومبير الكتريكمون بالبوتون تنوريلكم بارالي توا قاعد يعمل هكا على ظهري بخلاف انه فيه ريغلاج اونتور يطلع ويهبط. بالنسبه للسيلوري نتاعها استعملوا برشا ماتريال زاد برسمي عرفت اللي يحبوا يخليوها الكهرباء يحب يخليوها تضرب مزيانه بزاف معناتها يعملوا برسمي في مجهود باهي برشا. سيربيكور بالابيض الكوير القماش يعاود عليه سيربيكور مره اخرى. وشوفوا معايا الفورمة تاع الكرسي نتاعها نفسها نتاع الرفكات هذا كرسي نفسه نتاع الرفكات. من هنا عندي بالنسبه للانسترومونتاسيون من هنا عندي ان اكرون سنترال فيه الكونتور الكترونيك. من هنا جوست باش تحكم عندك يعطيك نرجع بالبوطون من هنا يعطيك كونسوماسيون موين يعطيك طون اكولي في الكوندويت في الاي في وعندك لي مود دو كوندويت نتاعك. اما من هنا فما واحده صغرونه تعطيك الحالات الصغار اللي نعرفوهم تكرهها بكل تريب ا تريب بي كونسوماسيون موين قداش بقالك على لونتروتيان معلومات نعرفوهم. الي ماج اوتوماتيك دو فو الكابتور تاع ليسبي كلاس اوتوماتيك نتاع تخدم ليسبي كلاس وحدها في المطر. كونسون سنترال هذه حاجه اللي عجبتني انه ما حطوش ايراتور من تيلي لكن اش عملوا شفتوا الايراتور كيفاش جايه متخبيه تحت الكران. دونك ليغاسيون باش تصير اوتوماتيكمون للدخلاني من تيلي. دونك اللي قاعدين لتيلي باش تجيهم ليغاسيون فاسيلمون. عندي اورانجمون من هنا كليماتيزاسيون تاعها مانويل فيها اسي شوفون اي نعم. وشوف من هنا تسمع حس البوطون عرفتك تذكر التويوتا نتاع قبل برسمي تويوتا مازالت محافظه على وذي تخليك تحس ان الكهرباء برسمي صحيحه تحس ان البوطون هذا موش يتكسر بالكل. عندي ان يو اس بي من هنا عندي شارج اندكسيون تحط تليفونك يتشارج وحده 12 فولت ما غادي. البوات تاعنا نحكيو عليها من بعد في التست درايف. لهنا عندي لي درايف مود تراكشن كنترول اي في مود خاطرها هيبريد فراند باركينغ الكترونيك وعندي اوتو هولد الكهرباء ما توخرش في الساعده دو بورت كوبلي ان اكران ان اكودوار من هنا في رانجمون صغرو من الكل مغلف زاد بالكوير من هنا. شوفوا معايا من هنا عندي الافيشاج تيت اوس ما غادي اي نعم قلت لك الكهرباء ما عندي عرفتك اللي يحطوا فيها برشا اوبسيونات برسمي معناتها تنسيك اللي هي ياريس وكروس تحسها كي نعطيه اسم اخر خير فهمت معناتها تحسها اني سي في برسمي جديد من عند تويوتا. الالومنيوم يتبع من هنا اللون نفسه نتاع الكسوه ما غادي وبيانو بلاك داير ما غادي يهبط اسيستي الرانجمون تاعو باهي برشا. عندي من هنا اللونات هذه اللونات هذه ديجي فرونت من هنا عندي البلافونيه من هنا بالال اي دي ومن هنا ميروار دو كورتوازي فيها بلافونيه كما قاعدين تشوفوا بالنسبه للكوندكتور وبالنسبه زاد الباساجي. لهنا برسمي هذه تو حاجه اللي حتى قدامكم برسمي يافسه عرفت لهنا يوريك انه راهي ككاليتي راك ما تحكيش برسمي يافسه بالكدا بالكدا وخشينه بالكدا هذه معناتها نتصور ما تكسرش بالكل. وهذه بالحق حاجه هذيا تويوتا وراتها فكره هبه. انا نفكر فيما تويوتا كانت كورولا عمرها 25 سنه التابلو دبر مازال ما فيه حتى قشره مازال حتى ما قشرش برسمي كوتي حكايه هذيا تويوتا معناتها معروفه في الحكايه هذيا ولا اليابان معروفه في الحكايه هذيا. هذا كله جلوبال مو بالنسبه للانتيريور تاعها. اي قبل ما نكملوا على الاكرون من هنا اكرون صغرون من هنا كوتي ارغونوميك عندي دي بوتون على اليسار دي بوتون على اليمين لهنا ننزل مثلا هوم من هنا يعطيني لافيشاج تاع الراديو لافيشاج تاع اذا هما تليفون كونيكتي لافيشاج تاع الموتور والباتري انفورميشن من هنا يعطيك زاد الباتري ويعطيك هيستوريك نتاعك انت مثلا واش عملت قداش مشيت اخر مره قداش كونسوميت في الالكتريك قداش كونسوميت في في التيرميك من هنا الفون من هنا الابس من هنا كونيكسيون ديسپونيبل هنا. وكي نحطو مارش اريير من هنا يعطيني على كاميرا دو ريكول اريير عندك الخطوط ما يدوروش مع الفولان والكاليتي صراحه واضحه ماشي خايبه بالكل.
وهذا كله بالنسبة للانتيريور تاع الكهرباء. دونك نبداو التست درايف نتاعنا. الكهرباء بطبيعتها هيبريد، دونك اول ما تفتح تستخدم اون مود اي في، دونك ما تسمعوا حتى حس. خليت لكم كاميرا لبرا تشوفوا عليها شويه اخر. دونك هنا عندي لافيشاج تيت اوت قاعده تعطي فيها في الفيتيز برسمي المود 100% الكتريك. بطبيعة فما شويه حس تسمعوا علاش، على خاطر فما زادة كوتي سيكوريتي لازم يخموا فيه. اذا تكون 100% سيلونسيوز تكون مخطره حتى على على الباساجير اللي تعديو في الطريق. دونك لهنا بطبيعتها تويوتا ايريس كروس، تويوتا بصفة عامة أول مرة تجيب لنا كهرباء في الكاتيجوري هادية، والقاف دي سول تاع الكهرباء 17 سنتيمتر. من دام الكيس هذايا كله حفر وكل، نحاولوا نشوفوا الكهرباء شنو تنجم تعطي وكيفاش الأداء نتاعها في الحفر، اسكو واطية برشا. وتوما قاعدين نشوفوا تو بالكاميرا البارتي نتاع العجلة ما غادي، توما قاعدين نشوفوا احنا علاش نمشي بالسياسة برشا، خايف الكاميرا تطيح سينو راكم تشوفوا بشوية بشوية. دونك هنا حتى في الباساج تاع الماء من هنا كيما قاعدين نشوفو توا السي شوفون اكتيف، كرسي بيسا ما سخون كيما شفتو مغادي بالرسمي. في الحفر مغادي بالكدا تحسك لي كهرباء عالية مام حتى بالكاوتي سول هاديكا. دونك توا خرجنا من شيرة الحفر، الكهرباء تمشي اون مود اي في، هاكا علاش تشعل لي مغادي مود اي في. لهنا قاعد توري فيا كيفاش الموتور الكتريك هو اللي يخدم مغادي، كيفاش البطارية هي اللي قاعدة تشارجي. دونك الكهرباء قاعدة تخدم اون مود اي في هاكا مغادي، لكن ما تقعدش تخدم اون مود اي في برشا على خاطرها اول حاجة ماهيش هيبريد ريتشارجابل، دونك ماهيش شكل تشارجيها وانت وحدك بالكابل من بعد تمشي اون مود اي في نتاع اوتونومي تاع 60 70 كيلومتر. على خاطرها هذه الهيبريد العادي، هذا سيستم هيبريد نتاع تويوتا اللي تقعد تمشي الكتريك في الافيتيس معينه كيف في الليبا فيتيس، اما بعد تقوي بعد الموتور الترميك هو اللي بيشي هو اللي بيشي يدخل هو اللي بيشي يولي يخدم الكهرباء. والبطاري كيفاش ولا الموتور الالكتريك الصغرون هذا كيفاش يتشارجا؟ يتشارجا بحاجتين، يتشارجا بالموتور الترميك نتاعها اول حاجه، وثاني حاجه يتشارجا بالبوتون بي في الليفيه نتاع الفيتيس نتاعها واللي هو نتاع الفريناج ريجينيراتيف. دونك هنا حتى كي واقف نجم تسمع حتى حس، على خاطر توا كان الموتور الالكتريك كهو يخدم. دونك هنا قاعد يعطي فيها في الكونسوماسيون 3.9 لتر على 100 كيلومتر، وهذا هو البوان فور نتاع الكهرباء، لأن الكونسوماسيون ممكن توصلها حتى 4.4 بطبيعة باللي درايف موت. هما كل توا باش نحكيو عليهم كيف نبداو نسوق في الكهرباء في الكيس أطول شوية. دونك لهنا العكس تو تو البطارية اللي قاعدة تشارج، خاطر ديجا سمعت الموتور الترميك هو اللي يخدم. فهمت كل مرة هما يخدموا اون التيرنونس مرة واحدة، مثلا تو نستنى باش على الأخضر نستنى، تو الموتور الترميك هو اللي باش يخدم. شوف الكهرباء عملت شوية زيكزاك شوية هكا. دونك لهنا الموتوريزاسيون اللي معنا اليوم هي 1.5 3 سيلندر، تعطينا 116 شهودين ما بين الموتور الترميك والموتور الالكتريك نتاعها الصغرون، الزوز كيميلي يعطينا 116 شهودين مع 120 نيوتن متر. كما قاعدين نشوفوا نعرفش كان نشوفوا فيها غادي لافيشاج تيت اوت، يعطي فيها في الفيتيس ويعطي فيها في الريجيم تاع الكهرباء. ما غادي بالطبيعة كي باش تعلي في الريجيم في الريجيم تاع الكهرباء باش تسمع حس. الحس هذايا نتاع شنيا بالضبط؟ على خاطر البوات اللي معنا اليوم سي في تي، دونك ما غير ما فيهاش بيتاسات، معناها ما فيهاش بريمير دوزيام تروازيام. والبوات سي في تي معروفه ان فيها بالنسبه كي تبدا تخدم فيها حس عالي، وهذا في الكهرباء بكل مش كان تويوتا اكا هاو.
بالنسبه للكهرباء اون جينيرال، الاستعمال نتاعها موجه اكثر من انها تكون كهرباء نتاع عائله صغيره ووسط البلاد اكثر. علاش تكون براتيك اكثر غادي؟ علاش؟ اول حاجه خاطرها ايبريد، ثاني حاجه على خاطر الكاتيجوري نتاعها هي كميني اس يو في، تصلح نتاع عائله فيها ريزو فيكس، من تالي فيها ليزوبسيون نتاع الكونفور نتاع عائله صغرونه، وزيد الكونسوماسيون نتاعها ضعيفه بالكدا بالكدا، وهذه حاجه باهيه بالكدا بالكدا. دونك مثلا هنا بالنسبه للدرايف مود يعطيني الباور مون غادي، هو اليوم مود سبور، فما المود ايكو وفما المود العادي اللي احنا فيه توا. مثلا احنا توا في وسط البلاد نجم نستعملوا المود ايكو، هنا في المود ايكو باش يحاول يعطيك اقل استهلاك نتاع كونسوماسيون، لكن فرد مره مش يعطيك 116 شوفودي نتاعها، باش يعطيك اقل بالطبيعه. عندنا بالطبيعه الفولوم تاعها ريغلابل اون اوتور اي اون بروفوندور، وكيف باش نحكيو سيكوريتي، فيها لابيس وفيها سبع ايرباجات، زوز فرونتو زوز لاتيرو زوز ريدو وواحد في الجنو بالنسبه للكونديكتور، وهذه برسمي بوان قوي برشا كوتي سيكوريتي. دونك توا قاعد نمشي اون الكتريك، شفتوا كيفاش توا البطاريه هي اللي تعطي، لكن اذا ننزل نعرفش ما قاعدين نشوفوا في الاكران ولا توا البطاريه هي اللي قاعده تولد، هي اللي قاعده تحرك في الكهرباء توا. مي زيد شويه ديك ننزل توا الموتور الترميكي هو اللي خدم، توا الفلاش تعكس، دونك البطارية توا هي اللي قاعدة تتشارجا. أما كي ننزل من هنا، كي نحط من هنا بي، دونك نولي أول ما نسيب الأكسيليراتور الكهرباء تشد فران وحدها. شنو يصير؟ يصيروا حاجتين باهيين، أول حاجة البطارية تتشارجا بالفريناج ريجينيراتيف، ثاني حاجة تحافظ على لي بلاكيت دو فران نتاعها، دونك بلاكيت دو فران يوليو يعيشوا وقت طويل برشا، ما عادش تبدلهم كل نعرفش أنا 30,000 ولا 40,000 كيلومتر. دونك انا سايبت الاكسيليراتور الفيتاس نقصت بالكدا بالكدا، هذاك الفريناج ريجينيراتيف شنو هي الدور نتاعو، تلقاه حتى في لي فوتور الكتريك. دونك كونسوماسيون في وسط البيت قاعد يعطي فيها في 4 ايترات برسمي كونسوماسيون، معناتها خلينا نقولوا كارت الربح نتاع الكهرباء هذه هي الكونسوماسيون. دونك كيما شفتوا في وسط البلاد تنجم تمشي بها، عرفتك الفيتاس الصغار بالكل تنجم تقضيهم الكل اون مود 100% الكتريك. بون مش تكون 100% 100% على خاطر باش تحق انك تنزل مرات، لكن تنجم تعديها خلينا نقول اكثر من شطارها الكتريك. توا مثلا نخدم المودور الترميك، كي تدخل الموتور الترميك كي تشد الكهرباء لازم تحب على اداء اكثر. دونك توا كيش ندور على اليمين نحاول نجربوا المود سبور ونشوفوا شنو تعطي ككومبورتمون روتي، ونكملوا مع الفيديو بالنقطة هذيك. لهنا زاد حاجة أخرى كوتي السياق عجبتني، أنه الكهرباء ما تحسكش ليه اس يو في كبير، دونك البوزيسيون تاع الكرسي نتاعها عالية بخلاف ما حكيت لكم فيه ريجلاج لومبير، لكن البوزيسيون عالية تخليك ترى كل شيء، ما تحسكش ليه برسمي كهرباء كبيرة. وهذا هو الهدف نتاعها تويوتا بالنسبة للكهرباء هذيا، خاصة بالنسبة للأوروب اللي تويوتا ما تقدملهمش اس يو في كبار، دونك تقدم لهم واحدة هكا هذه بالنسبة لهم يعني من أحسن ما فما إذا باش نحكيو اس يو في تويوتا. مثلا نحطو تاو المود سبور، الكهرباء تجاوب لك دبلين بتبيع الصوت باش يعلو لهنا، موتور الكتريك ما عادش يخدم لهنا. شفتو ديجا وصلنا 110 فيسع فيسع، بتبيع اكثر من 100 باش تبدا تسمع في حس من هنا نتاع الهواء، هذا امر عادي. الفرناج تاعها كما قاعدين تشوفوا، ما نزلتش الكل الفرناج، قاعد ننزل بشوي بشوي كما قاعدين تشوفوا باهيه بالكل. والتحويل من الموتور الالكتريك حتى الموتور الترميك تسمع تحس به، ما يصيرش بطريقه انك ما تحس به، تعرف الموتور الترميك يخدم اصلا تسمعها. ولهنا حتى في الكبوت اكيد راني وريتكم التصويره نتاعو، الكبوت فيه كاش سو موتور وفيه كاش الفوق،
باش ينقص من العزل وباش يخلي ليزولاسيون في وسط الكابين تكون باهيه برشا. دونك هاكا نقول لكم الفيديو نتاعنا بالنسبه اليوم، ان شاء الله يكون عجبك. اذا عندك اي سؤال مرحبا بيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.